بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم في كل مكان. يوم جديد من ايام استاد مصر، بيبدا الدوري الممتاز خلاص في الوصول لمحطاته الاخيره، 4 جولات فقط لا غير. ملامح بدات تتضح جدا خصوصا على القمه، لكن الاهم بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره دي انه يستعيد الروح، يستعيد الانتصارات، انه يظهر جيل جديد من الشباب يقدر يبني عليهم في الموسم اللي جاي باذن الله. الاهلي بيفوز لكن لسه الاداء مقلق شويه. 3 انتصارات متتالية على الاتحاد وعلى المصري في الدوري ثم على المقصة في الكاس، لكن تحس ان جمهور الاهلي لسه مش راضي بنسبة كبيرة، لسه السوارش محير الجماهير. ومن الظلم الحقيقة ان احنا نقيمه حاليا لا بالايجاب ولا بالسلب، دايما زي ما بقولك لا تقولي كويس ولا تقولي وحش، نصبر شوية عشان نقدر نحكم على الراجل. مباراة جديدة للأهلي النهاردة ومهمة صعبة جدا، فريق بيحارب لحد الزفير الأخير عشان التمسك بحلمه انه يفضل في الدوري الممتاز في اول موسم ليه. نتائج رائعه في الدور الثاني تحت قياده كابتن علاء عبد العال، الحقيقه الراجل اللي حول الحلم من مستحيل الى وارد، بل ممكن جدا نقدر نقول عنوان فريق إسترن لسه الاماني ممكنه. عنده امل النهارده في الفوز لانه بيلعب فعلا مباريات هجوميه او على الاقل تعادل ينفعه شويه في صراع النجاه من الهبوط، وصراع مشتعل جدا. من الواضح ان صراع الهبوط ده مش هيتضح الا مع صفاره النهايه في الجوله الاخيره او قبل الاخيره. مواجهه النهارده هتكون قويه جدا بين علاء عبد العال مدير الفني لنادي إسترن كامباني وريكاردو سوارش النادي الاهلي. مباراه نتمناها قويه مثيره بتجمع بين الفريقين. ان شاء الله هننتظر يوم حلو وكره قدم جميله النهارده، وهنتابع معاكم ايضا واحنا على الهواء مباشره نتيجه مباراه ام بي وطلائع الجيش. مباراة النهاردة أعزائي المشاهدين والمتابعين في أول أيام الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز اللي بتجمع بين إسترن كامباني والنادي الأهلي في تمام الساعة 9 على استاد المقاولون العرب في درجة حرارة حوالي 29 درجة مئوية. لجنة الحكام برئاسة كلاتنبرج الرئيس الجديد للجنة اختاروا كابتن محمد الصباحي حكما للساحة، ومعاه أحمد نوفل وعمر فتحي، ومعاهم عمرو عايد حكم رابع. اما الفار فهيكون مصطفى الشهدي وهاني خيري، دول على الفيديو. صاحب الارض إسترن كامباني اللي بيحتل المركز 16 ب 28 نقطه من 30 مباراه، الاهلي المركز الثالث برصيد 62 نقطه من 29 مباراه، وتبقى له مباراه مؤجله صعبه امام النادي الاسماعيلي. افتتاحيه الجوله رقم 31 اللي بتبدا النهارده بمباراه انطلقت منذ قليل بتجمع ما بين ام بي وطلائع الجيش، وبعد مرور حوالي 3 دقائق ما زالت النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف، المباراه في بترو سبورت. اما بكره عندنا 3 مباريات، ديربي القناه اللي بيجمع ما بين المصري مع الاسماعيلي، والجونه مع غزل المحله بعد كده، والمباراتين 6:30، ثم فيوتشر مع سيراميكا الساعه 9 مساء. يوم الجمعه عندنا 3 مباريات مقصة مع المقاولون العرب، زمالك مع فاركو، والمباراتين الساعة 6:30 بالليل. هيكون في مباراة لبيراميدز مع سموحة في تمام الساعة 9 مساء. تختتم مباريات الجولة بمباراة وحيدة يوم السبت بتجمع ما بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في تمام الساعة 6:30. جدول مباريات الدوري العام حتى هذه اللحظة زي ما هتشوفوه على الشاشة، الزمالك في الصدارة بجدارة، يلي بيراميدز ثم الاهلي ثم فيوتشر ثم طلائع الجيش ثم سموحه، بعد كده بياتي فريق البنك الاهلي ثم فاركو ثم الاسماعيلي ثم امبي ثم سيراميكا ثم المصري ثم الاتحاد السكندري، غزل المحله، الجونه، إسترن، المقاولون العرب، ونادي مصر المقصه اللي هبط بشكل رسمي.
هداف الدوري العام بفارق كبير عمن يليه احمد سيد زيزو نجم الموسم ونجم نادي الزمالك.